جاهل ما تدريش ما تريش مخك معوج الكنترول اف برا لوج. عسلامتكم الناس الكل في كنترول اف. اليوم باش نحكيو على الغميضة. كل كي كنا صغار لعبنا برشا لعب مع الجيران صحابنا ولاد خالاتنا وصغار الحومة واللي يقراو معنا تيقالنا كنا نلعبو حسيب والقراية جيبها ربي. ولعبنا كل باس تعرفهم شدة شدة بالمسة سريق وبوليسية سبع حجرات وغميضة. شكون ما شيخش على ولد حومته خليه يغمض وهرب عليه بلوتو روح للدار وخليه 98 99 200 سيء وينكم اخي وينكم راني باش نروح وينكم فديت راهو وينكم وينكم ما وين ما متخيلوش كل غميضة لعبة جديدة. إبان الغميضة عندها 1800 سنة ملي تخلقت. الجريك قبل اللي هما اليونانيين كانوا يلعبوا الغميضة وكانوا يسميوها أبو ديدراسكيندا. عسلامة صاحبي أنا لعبوا أبيروفوغا لستينجا. لا ما نحبش تلعب بوكوسوما نفرين. علاش ما تحبش تلعب بوكوسوما لستينجا؟ خاطر تتحايف بوكوسوما نفرين. محسوب مش نلعب بوكوسوما لستينجا مع الأخرين. حتى من اللي غوما كانوا يلعبوا غميضة. وهذا اللي اكتشفوا ديزاركيولوج يعني الجماعة اللي لوجوا على الأثر. لقاو تابلو فوسي فوسي فيه ثلاثة أولاد يلعبوا في غميضة. واللعبة هذيا دارت العالم كامل. من الشين حتى وصلت الهند. ويحكيو قبل في القرن 15 ميلادي إمبراطور من الهند كان صنع بقعة باش يلعبوا فيها الغميضة. استاد تاع غميضة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي أينما كنتم. معنا ابن الحفيانة ولد الحفيانة باش يحسب 200 سريع 200 سريع يا معلم. كما أنت كبير كما أنت كبير يا ابن الغميضة يا ابن الحفيانة. بيه توها نكمل طرح الغميضة. سن يا سيف اخرج من الطاولة اخرج تحت الطاولة. شلقت بيك شلقت بيك. مانيش سيف سيترومبي سيترومبي شنعاود نغمض هيك بسلامة تشاو تشاو باي باي. ايجي هون ايجي سريع ولا بطيء جاهل ما تريش مخك معوج الكنترول اف برا لوج.